حزموا أمتعة السفر في رحلة حدد موعد مغادرتها، أما العودة فمصيرها بيد غريم اسمه كورونا. نداءات السلامة هذه هي الأخيرة قبل أن يسود الصمت أرجاء المطار. دخل لبنان مرحلة العزلة الصحية والحجر، إنفاذا لقرارات الحكومة بإغلاق جميع المعابر لمحاصرة الوباء. بس مشان لأنه بده يوقف الطيران بدي أرجع بيتي. بس اضطرينا نجي اليوم لأنه سكروا المطار 14 يوم، فبنرجع بلادنا. ألغيت الرحلات، أغلقت مكاتب السفر، وأقفل آخر ممر باتجاه الخارج. وبغلق المجال الجوي اللبناني تكون البلاد قد دخلت في شبه عزلة بعد إغلاق المعابر البرية مع سوريا. قررت الحكومة اللبنانية إذن أن تغلق حدودها برا وبحرا إلى حين، خطوة يأمل الجميع هنا أن تكون بداية لمحاصرة كورونا ومنع انتشاره. جيسر الحشخوري، العربي، من مطار رفيق الحريري الدولي، بيروت.